من قصد المقبرة لكي يصلي على الأموات الذين دفنوا حديثا، وذلك بأن ينتقل بين القبور حديثة الدفن ويصلي على أصحابها، هل فعله مشروع؟ هذا تكلف، هذا تكلف، ولكن إذا عرف ميتا فاته الصلاة عليه قبل الدفن، ميت يعرفه، فلا بأس يذهب ويصلي على القبر مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأمة السوداء التي تقوم المسجد. أما عموم الناس يروح يدور القبور الجديدة ويصلي عليها، هذا تكلف ما له أصل فيما أعلم. نعم.